تفضل معكم باش نوريكم المقروط. اليوم حبيت ندير هذا الفيديو وطريقة المقروط كل واحد كيفاش يديرو. انا حبيت اليوم ندير المقروط تاع زمان هاني كما كنت تشوفوا. انا حنكيل بهذا البول اللي راكم تشوفوا فيا نكيل به. درت ان بول شوفوا هاني دوزيام وهذا القاسيه في الكيلو. في الكيلو كما كنت تشوفوا خرج لي 3 بول هاني كما كنت تشوفوا. وهاد الدقيق يعني راني حندير به موايا ماشي خشين خشين ماشي رقيق يعني. وانا فضلت هذاك تاع الميزان خير كيما كاش معليش. هاوليك السميد كيما راكم تشوفوا البول ما نعمروش حتى الفوق. علاش ما نعمروش حتى الفوق؟ باش نزيد الكميه اللي تبقى نكمل بها الزيت. شوفوا هاو ما نعمر حتى الفوق. قبل ما ندير السمن والزيت ندير شويه رشه تاع ملح راكم تشوفوا. السمن تاعي هنا راهو برد، لو كي برد نقدر نرميه هكا تفقو كوم بول كومبلي كيما راكم تشوفوا فيا. السمن راهو بارد، لو كان واش نبدا ندير ندخل كاع داك السمن في هداك الدقيق تاعي هاكا تشوفو. باش انا ندير هكا باش نعرف الدقيق تاعي كاع دخل هاك كيما راكم تشوفو. قبل ما نواسي ثاني نزيد نرميلو شوية فريضة بسم الله. نزيدو لا كويار دوزيام و نبدا نتأكد ولا هاديك الفارينة بدات تدخل وتشرب هذاك شوية ليدام. أنا باش نعرف لي منزيدلوش الفارينة دوك نقولكم كيفاش نعرف. ها نزيد شوية فارينة صافي. درت انايا 3 مغارف كومبلي ما نزيد له والو خلاص. دوك انايا واش ندير؟ نخلي هاد الدقيق هي من الاحسن ناس زمان المقروط يخلوه نهار كامل يعني ليله كومبلي يشرب كاع اليدام تاعو. مي انا ما قدرتش حبيت اليوم اللي كيديه نخلي هذيك زوج سوايع ثلاثه وطوني كمل يشرب لي. نعاود نوريه لكم بعد ما نفصل. قبل ما نقول لكم على المقروط تاني هاوليك اللوز اللي معاكم تشوفوا نزيد له شويه تاع السكر ما نكثروش السكر 3 مغارف هاوليك. الكميه تاع السكر تكون قليله. وانا كاين ناس يحبوا يديروا لافاني انا نفضل ندير هكا شويه قرفه وندير له مع الزهر. وقبل ما يعني نرشو بالماء الزهر ما نرش على مره نخاف اللوز يجري عليه. ناكد يعني السنه وسمحوا لي هكذا بعد هذه الشفله نبدا نخدم في اللوز تاعي نغيب شويه نخاف نرشو على مره ويجري لي اللوز. انا اليوم درت قيس كيلو ما درتش بزاف ندير له هكا حتى داك السكر يدخل كامل مع هذاك القرفه. خلاص انا هنايا هاوليك كيما كنت تشوفوا اللوز تاعي هاوليك خلاص. شوف هاو دار حربوش خلاص كي دار لي الحربوش صافي ما نزيدلوش الماء الزهر ونخلو المقروط تاعنا يشرب حتى من بعد ان شاء الله على زوج سوايع ثلاثه بعد ما خلينا هذيك ساعتين. هي من احسن واحد المقروط يبيتو الله غير خير. انا يعني كون ما رانيش مبريسيه نحب نبيتو. انا درنا شويه الماء في الماء الزهر
هكا الماء يعني ما صعب الماء كما تشوفوا هاليك خلاص نحبس. ودوك واش نبدا ندير؟ كي نبدا نفصل فيه ما ناخذش كميه كبيره، يعني ناخذ حاجه غير صغيره كما تشوفوا هكا. باش نشوف علاش نغلي. والمقروط يعني ما نعجنوش هكذا، طموه برك ما نقدوش نعجنو. هاكو تشوفو حتى نشوفو خلاص بدا يحكم روحو هكذا كيما هاكو تشوفو. دوك انا هكذا راني خلاص، ها هكذا راهو بيا تحكم. ناخد هادوك لي كوتي لي خليتهم، هاذيكو غدكم ما تعجنوش، يعني المقروط شامي الانسان يعجنو. بعد الجفنة تاعهم نوريكم الطريقة تاع المقروط، يعني الانسان ما يعجنوش. كون تعجني المقروط يعني خلاص كي لداخل تصيبوه كي حاجة معجنة. هاوليك هاوليك حتى نعرفو هاوليك كيما كنت تشوفو. دوك انا المقروط تاعي هكذا خلاص حبيتو هكذا، نبدا ندير شوية في الحربوش هكذا هكذا كيما كنت تشوفو هكذا هاوليك هاوليك. ما ناخدش حربوش كبير باش ما نتيليزيش لي يعني كيما نقولو هادوك لي شيت ما نفسدوش. راني درت لاخر هاوليك شوفو هاوليك. دوك نبدا نغلق فيه شوية بسم الله، نتأكد حتى نعرفو لي غلقتو خلاص، لازم نغلقوه منيح نخافو كون يتحللنا هاكدا. قبل ما نبدا نقلب فيه نزيد هكا نواسي فيه هاك كيما راكو تشوفو هاكدا، نبدا نفصل فيه نعاود نقلب هاكدا هاكدا كيما راكو تشوفوني. ها ها يعني هو الطريقة تاع المقروط نخدموه بيان هاو كيما انا دوكا خلاص ما نزيدش نواسي فيه ما نخدمش بزاف فيه نخافو كون خاطش هاد الدقيقة انا عمري خدمت بيه. هاو بسم الله ونحسبها، ومن الأحسن ديروه بومبي مقروط، انا نحبو بومبي وما نحبو صغير بزاف هاو ليك. هو لو شارم تاعو يجي شويه كبير هاو. بعد ما قطعتو شوفوا بحبها، انا نحبها هكذا المقروط تاع العيد يعني كميه صغيره نحبها تكون هكذا ها كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل هاو. هو بعدك دوكا هكذا المقروط انا تاعي ما نفصلو ما والو كيما نقطعو كيما نخليه كيما راكم تشوفوا. ما على خاطرش علاش ما ندناش ليه باش ما نخاف يتحل لي ما نعرفش هاد الدقيق اللي درت به ما الفات دقيق هذا الدقيق كثر خيرها جارتي اللي هداتو لي هاو كيما راكم تشوفوا يجي عالي خاطش المقروط نحبو عالي انايا يعني كيما ناس زمان يديرو عالي ويديروه بومبي كيما راكم تشوفوا. نزيد نولي لكم هذا المرسو ما فيش هذا المرسو شيت صغيره نعاودو نخلفوها نكملو نزيدو الدوزيام. نولي لكم دوزيام انا بومبي فيه. هو المقروط لو شارم تاعو كيجي بومبي ها دوك نبدا نقطع فيه بعد شويه هكا وما كي تقطعوه ما تخدموش يعني خلوه هكذا يعني من الاحسن ما تدناوش ليه يعني كيما قطعته هكذا. انا كي نخدم المقروط ما نحبش يعني كيما نقولوا نزين ولا نديرو هكذا المقروط ما تدناوش ليه، كي تقطعوه خلوه هكا كيما قطعته كيما خليته
هما. ومن الاحسن يعني الانسان على هاد النار، شوفوا النار كيفاش راهي، باسكو المقروط ما يلزمش يطيب على نار قليله، كون يطيب على نار قليله ما ياخذش وجه مليح كيما راكم تشوفوا. النار ما تكون قويه، ما تكون يعني نار قليله كيما راهو الفرنو تاعك كيما راكم تشوفوا هكذا. ونخليه كي ياخذ الوجه نحيه، ما تقلبوش. هذا هو المقروط، المقروط يطيب على وجه واحد. مقروط يعني بالك وبرك يعني ننصحكم تقلبوه يعني هكذا وسوا عليه الزيت كيما راكم تشوفوا ندير. والمقروط يطيب على وجه واحد، ما كون نقلبوه ما ياخذش يعني كيما نقولوا وجه الشباب. يعني من الاحسن المقروط تاع العسل كي يكون ترموه الزيت تكون سخنت وتنقصوا شويه الفرنو وديروا يعني النار ما قويه ما مويه. وانا كيما راكم تشوفوا راني ندير في العمليه فيه هكا، شوفوا مانيش نقلبش كاع فيه، كي تفونصا شويه نحوه كيما راكم تشوفوا. راني قليت شويه واحد الكميه كيما راكم تشوفوا فيها، راه هاوليك كيما راكم تشوفوا راني قليته هاوليك ها هاوليك اللي يطيب على هذا اللون، ما يطيبش صفر بارد، يطيب صفر فونسي المقروط. ما يخفالكمش هذا كيما نقولوا لا سيمون، باش طيب مليح للداخل لازم المقروط تاعنا يطيب فونسي كيما راكو تشوفوا. ونكمل الكميه، بقات لي شويه راني نكمل فيها كيما راكو تشوفوا. هاوليك دوك تشوفوا راني بديت نحي فيه، هاوليك شوفوا راني نحيتو، هاوليك شتاعو هاو اللون اللي نحبو هاد اللون ها. شوفوا المقلاة هاي نحيتو، هذا هو اللون اللي نحبو في المقلوط. هاوليك المقلوط رانا واسينا قليناه، راني درت العسل دوك نزيدلو شوية ماء فلوغ دورونج تاع ما زهر، أنا نحب ندير ما زهر في العسل. هاوليك درتلو شوية ماشي بزاف، باسكو ما زهر تاني كون كترو بزاف يجينا يابس المقلوط. واش نديرو دوك؟ ناخد طوغشو هادو لي بابي سيرفيات، وانا المقروط تاعي ديما نحب نمسحو يتمسح، نمسحو حاجة قليلة يعني ماشي حاجة كبيرة. هاوليك ناخدو بابي هكدا كيما راكم تشوفو، نحولو هادوك شوية كيما نقولو الحرابش تاع المقلة. هاوليك ها كيما راكم تشوفو، ها شوفو هاوليك حنا نحينالو الحرابش ونبدا نعسل فيه. هاوليك شوف هاوليك راه نعمل عليه ها حتى نكمل كاع المقروط تاعي. هاوليك كيما راكو تشوفو ها نبدا نستف فيه السنيوة. هاوليك نزيد نمسح هادي خلاص، نقصو الفرنو. هاوليك أنا المقروط نحب يعني نمسحو شويه ها، نبداو نعسلو بالوحده بالزوج. شوفوا كي يعني كي نواسي نمسحو يحبطوا لي هذوك تاع المقله، ما نحبش نخليهم. والعسل تاعنا غير يسخن، نزيدو نقصوا له شويه النار هكذا راكم تشوفوا. نزيد الحبه ثاني واحده اخرى كاين اللي تساه ها خاطش كيما دابينا احنا المقروط غير نخرجوه بالمقلاة نمسحوه ونعسلوه باش يشرب، لازم يتعسل المقروط غير نخرجوه ونقلوه باش لي ما يعودينا. هاو المقروط راني قليتو ومسحتو وعسلتو، هذا هو المقروط العسل والله غير انت محبب. شوفو كيما راكو تشوفو فيه